لا مهل. بسم الله. رتال، أنا حضرت الأوضة اللي تحت. ماشي كويس. يلا بسم الله. على مهلك. يلا. على مهلك. على مهلك يا بنتي، استحملي شوية هانت. لسه قدام. يلا على مهلك. استحملي استحملي. خلاص معاكي؟ قرب قرب. خلاص يلا. خلاص احنا وصلنا. بسم الله بسم الله بسم الله. دي يا ريتال اعمل لك السرير. احسن احسن. بسرعة يا زينة بسرعة. لو انتي مش مستحملة وجودها عندك انا ممكن اخدها عندي. ما تتكلمي، اصل سكوتك ده بيخوفني. انا عاوز اعرف ايه اللي في مخك. كفاية بقى يا رتال، احنا مصدقنا الدنيا هديت. روحي قولي للشغالة تعمل لها اكل، وخليها تعمل كمان اكل للعيال، وانا صحي عبد الحكيم واجيبه لها. خليها زينب تعمل لها فرختين كده وشوية شرب. ماشي يا حبيبتي، أنا مش هكلم الشغالة، أنا اللي هعمل ده بنفسي. ربنا يكملك بمخك يا رب. يلا خليكي جنبها ما تسيبيهاش. ماشي؟ باي باي. عاملة ايه دلوقتي يا مفيدة؟ كويسة. ألف سلامة عليكي. أنا عاوزة أمشي، مش عاوزة أقعد هنا. أنا عارفة إن عارفة إيه يا مفيدة؟ أوعي مخك يقولك إن أنا ممكن أسيبك وأنتي في الحالة دي. أوعي تحسبي يا مفيدة إن أنا ممكن أسيبك إلا لما تبقي ماشية على رجليكي وكويسة. أنا هجيب لك عبد الحكيم عشان يبقى في حضنك. ما تقلقيش مني، أنا مش عاوزة حاجة، وقلبي غاوي، الدنيا عندي ما عادتش تساوي. تعرفي وأنا في المستشفى تمنيت إني أموت، أطلع منها على قبري. عايش ليه؟ عشان إيه؟ عشان ابنك يا مفيدة. ولدي لما يكبر مش هيبقى مبسوط إن أنا أمه، يمكن موتي بالنسبة له حياة. اهدي طيب، اهدي واستريحي دلوقتي، ما تفكريش في أي حاجة. مروان توحشتك يا حبيبي. وانت كمان يا مرت عمي. انت كويس؟ الحمد لله، كلهم بيسلموا عليكي. والبت ريتال بطل الجنان ولا لسه؟ ريتال دي هتوجع علي العيال، والله هما التنين هي وحسن مكتوبين لبعضيهم. وزينب عامله ايه؟ زينب؟ هو في زي زينب داي؟ طب ما حدش جه معاك ليه؟ معلش انا جاي لك لوحدي، عاوز اقعد اتكلم معاك كلمتين وبعد كده هما يجوا براحتهم. اؤمر خير. فرح شاهد انا اجلته عشان تحضريه. انا هحضره. طب ازاي؟ هو الفرح امتى؟ اول ما يطلع التصريح ان شاء الله هنحدد الميعاد. يعني التصريح ده ممكن يخليني اروح احضر الفرح؟ التصريح في الامور اللي زي دي عادي، احنا بس عشان نطمن.
الله يكرمك يا حبيبي وبشرك بالخير وحياة نوح. اعمل كل اللي تقدر عليه عشان احضر الفرح. ما تقلقيشي ان شاء الله هيحصل واحد يحضريه واحد زغرتي كمان. ما بعرفش ازغر. يبقى هترقصي. ايوه كده. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ربنا يخليك لي يا حبيبي. امشي يا حسن امشي، مش عاوزاك تشوفني مرمية كده لا حول ولا قوة. امشي يا حسن. انت فاكراني شمتان فيك يا مفيدة؟ لا يا مفيدة، ما كنتش جبتك هنا، انا شفتك هنا عشان تبقي قصاد عيني. انا عارف اني ظلمتك، بس كان غصب عنك، كل حاجة عملتها كانت غصب عنك، مش كده يا حسن؟ لما انت والد عبد الحكيم اللي مالك البلد كلها في يده واللي الناس بتقول له حاضر ونعم، عملت كل اللي عملته غصب عنك. امال انا اقول ايه يا حسن؟ انا اقول ايه؟ ربنا يشفيكي ان شاء الله تقومي على رجلك تاني يا مفيدة. اطمنت عليها؟ مش كنت تسألني انا؟ كنت هقولك عشان خاطر النبي مش وقته رتال.